EBX هي شركة قابضة أسسها وتولى إدارتها آيكي باتيستا لمدة تزيد على 30 عاماً، مهد النجاح في مجال استخراج الذهب والتجارة فيه في فترة الثمانينيات للتوسع في أنشطة الشركة حول العالم. إذا أردت الاستمتاع حقا بما تتميز به منطقة ليغوريا الإيطالية من غنى بالألوان والنكهات والعطور، فعليك باستكشافها شيئا فشيئا. هنا يمكنك مشاهدة الساحلين الشرقي ليفانتي والغربي بونينتي. كما يتمركز في هذه المنطقة بعض من أشهر المقاصد العالمية مثل سان ريمو والألاسيو وبورتوفينو ومنطقة الأراضي الخمسة وجينوا.